مرحبا يا متابعيني، اليوم جبنا بيضة أوزمو. ويلا بابا جاب لي بيضة أوزمو، شوفوها. واو، أنا اخترت شكل قلب، أختي اللي بيضحك. يلا نفتحها مع بعض. بسم الله. بسم الله. 3 2 1. هشكلها كيوت. في نظر. امشي نفتحها. يلا شكلاتين، واحدة لها وجه واحدة ما لها وجه. يلا ندقها. ماما لازم تذوق معنا، لازم تطعمي ماما. يلا لازم هلأ ناكل وجه. يلا راح اكل العيون. يلا حاكل عين القلب. حطوا لايك واستكرام واشتركوا بقناتنا. باي. الشوكولاتة طيبة بس ما بناكلها بالليل ولا قبل النوم عشان ما نشوش أسناننا. لما ناكل شيء إلى قشر بنكب القشر بالزبالة، وبعد الأكل بنقول الحمد لله. هلأ بنفتح اللعبة اللي اجت هدية مع أوزمو. يلا بسم الله. يلا دق دق دق. يلا دق دق. مين تكسر البيضة؟ يلا امشي نركبها مع بعض. يلا شوفوا ما احلاها. هاي أوزمو. واو، شوفوها شعر الباقي ركبتها. شوفوا راسها باقي. هاي قاعدتها. يلا نفتح الورقة ونتعلم شلون يفتحوها. كم مرة لقيتها؟ شوفوا يا متابعيني شلون. أول شيء أمشي نشوف شلون. واو، يلا أيوة هيك. عندنا لحظة أول شيء بقرأ شلون، بس ظل نركب رجوله. يلا ركبته. يلا واو. لا مرحبا أصدقائي. يلا مركبة الفضائية والطير. وداعا أصحابي. يلا إن شاء الله تكونوا انبسطتوا معي ومع لعبتي أوزمو. أي والله، مع السلامة. تابعوني لا تشوفوا في الفيديو الجاي. لا تنسوا تحطوا لايك وشير وسبسكرايب.